مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم رح اشرح لكم في تحديات الأسبوع السابع وكيف تجيب سكين ديد بول. فيلا، إذا أول مرة أنت تشاهد عند الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو يوصل أكبر عدد الناس، ومشاهدة ممتعة. أول شيء أصدقائي، مثل ما بنعرف نزل حدث اللي هو ما كان حدث، أنا نزلت عنه فيديو، ونزل معنا كمان سكين ديد بول بكل عند كل الناس الا عنا احنا بالدول العربيه. ليش ما نزل او بالسيرفر اللي احنا عم نلعب عليه ليش ما نزل؟ ما كنت افهم. بتفوت لهون عند شرح التحديات عند تبع ديد بول، بتفوت على الكمبيوتر تبعه او على البي سي اللي هو هون، بتنزل لتحت ما بتلاقي الاسبوع السابع بنوب. يعني انا اخرت التحديات مشان اشرح لكم اياهم مظبوط 100%، وضليت قاعد قبل بفتره مشان اقدر اشرحهم دغري اول ما ينزلوا التحديات ينزلوا. فراحت الشركه نزلت حل المشكله او كتبت عن المشكله انه في مشكله بالسيرفر او في مشكله باللعبه ما عم ينزلوا التحديات. فانا هلا رح احط لكم هاي الصوره. هاي الصوره اول ما تفوت انت على البي سي تبع ديد بول رح يطلع عندك هيك التحديات. التحدي الاول مطلوب منك بالتحديات تبع الاسبوع السابع انك انت تاخذ الاثنين بيستول اللي ظاهرين امامكم بالصوره. الاثنين فرود هدول او اثنين بيستول لازم تلاقيهم بمكانين. المكان الاول مثل ما موضح امامكم بالصوره اللي هو عند الطاوله تبع التحديات بقائمه الباتل باس، والبيستول الثاني او الفرد الثاني بنلاقيه عند مياو. بنفوت مع بعض لعند مياو. لما نفوت على غرفه مياو مثل ما ظاهر امامكم بالصوره بتلاقوها تحت هون على اليمين عند الحديد او عند تبعات الجيم، يعني هدول بتلاقوا الفرد الثاني هون. كل عليك انك انت تاخذ الفرد الاول والفرد الثاني من هدول المنطقتين، وانت هيك بتكون خلصت التحدي الاول من تحديات الاسبوع السابع. بيبقى عندك التحدي الثاني مشان تقدر تفتح السكين وتحصل السكين. انا رح اقول لكم شلون تخلصوا هذا التحدي. مثل ما شايفين بهذا الفيديو او بهي الصوره، اول خلينا نحكي عن الصوره. هي الصوره موجوده اماكن تليفونات او اماكن تغيير الملابس، مثل وقت تروح تغير شكلك من عادي لشكل هانشمان مثل ما بنعرف كلياتنا. بس هلا بهذا التحدي مختلف، انك انت بعد ما تاخذ البيستول الاول البيستول الثاني وتخلص التحدي، رح تروح على اي مكان مثل مظهر امامكم بالصوره وين اماكن غرفه تبديل الملابس الخاصين بالهانشمان، بتروح بتغير ملابسك. في كتير اماكن موجودين، في اقرب واحد عليكم اللي هو بالاجنسي اللي موجود بوسط الماب بالجزيره. كل عليك انك انت بعد ما تاخذ البيستول الاول والبيستول الثاني بتنزل بتفوت على هاي الكولبه تبع التليفونات او تبع تغيير الملابس، يعني بتفوت بتغير شكلك وبيطلع شكلك عواد هانشمان، بيطلع شكلك سكين ديد بول. هيك انت بتكون خلصت التحديات واخذت السكين، مبروك عليك خلصته. المشكله هي صارت، ما بعرف ليش صارت هاي المشكله، انه التحديات ما عم تظهر عنا، وانا استنيت كتير وما كانت تظهر عنا. فانا جبت لكم هاي المعلومات من عند ناس فتحت عندها بالسيرفرات الامريكيه وهي ما كانت توصل لعنا، ما كنت اعرف شو الفكره. وفي معلومه صغيره لازم تعرفوها، انه انتم بعد ما تخلصوا التحدي الاول الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، مثل ما قريت وعرفت انا من بعض المعلومات وبعض الناس اللي هن الناشرين عن هذا الموضوع، انك انت بتروح على منطقه القارب بعد ما تغير شكله، وبتروح على هاي المنطقه اللي هي ظاهره امامكم بالصوره عند محلها تبع الديسكو تبع الرقص، بتروح بتوقف هون او بترقص هون، بتاخذ نغمه اللي هي ظاهره امامكم اللي اسمها فري ستايل تقريبا. انا رح اسمعكم جزء بسيط منها مشان تعرفوها. فانت بمجرد ما انك انت تروح على هاي المنطقة بعد ما تخلص كل التحديات، وانت كمان بمنطقة القارب بتلاقي وحدة تبع تغيير الملابس الخاصة بالهانشمان، لو بدك تعملها هنيك روح اعملها. فهذا هو كل شيء كان للتحديات، وهيك انت بتفتح السكين. هذا الكلام الصح والمظبوط. انا بعد ما جمعت لكم كل المعلومات واستنيت لحتى يفتحوا التحديات، ما كانوا يفتحوا عندي، كان بدي اورجيكم التحديات انا وعم ساويها وافتح السكين. بس مع الاسف شركه فورتنايت مدري شو عملت معنا، ليش ما وصلت لنا السيرفر لعنا او التحديات قصدي لعنا، ما كنت افهم شو الفكره او شو المشكله. الشركه وضحت انه في مشكله رح تنحل،
فانت خليك ريدي انك انت تكون جاهز للتحديات، عرف التحديات مثل ما انا حكيت لك اياهم، فهمهم مزبوط مشان اول ما يفتحوا التحديات وينزلوا عنا بتلاقي اول بيستون موجود معك قائمه البطل، بس اول ما بتلاقي تحت الترابيزه هيك انت بتكون عرفت ان فتحوا معنا التحديات، وبتاخذ بيستول الاول دغري بتفوت بتحول على غرفه المياه، وبتاخذ البيستول الثاني وبتنزل جيم تيم رامبل اذا بدك، لا مو تيم رامبل، انزل سولو لانه ما في هيك قصص بالتيم رامبل، انزل سولو او دو او سكواد دغري فوت غير ملابسك وروح على اليخت، انزل على هالمنطقه اللي انا هلا ورجيتكم اياها تبع الديسكو، وقف هون ورقص او وقف مشان تاخذ الغنيه او النغمه حسب ما قالوا الناس. فانا حبيت ضم لكم هاي المعلومه مشان ما تكون ناقصه بالفيديو، ممكن هي تكون موجودة هاي النغمة وممكن لا، أنا ماني متأكد منها 100%، بس حبيت أضيفها معلومة زيادة بالنسبة لكم لو زبطت معكم أو زبطت معي أنا بناخدها. وكمان شوف التعليقات المثبتة تحت بالفيديو مشان لو كانت المعلومة صح أنا أكد هذا الموضوع بتعليق مثبت، أو إذا كانت المعلومة خطأ أنا ثبت تعليق تحت مشان تكون أنت عارفان إذا صح أو غلط. فهذا كل شيء عن تحدي سكندد بول وكيف تفتح سكندد بول، كتير سهل وكتير بسيط، فلحنا بنستنى بس تفتح اللعبة وتتحنن علينا وتعطينا التحديات، وهيك لحنا رح نفتح وناخد سكندد بول وبنكون خلصنا سكندد بول، ومستنى بقى الستايل الثاني المقرف هذا اللي ظاهر امامكم بالصورة ليفتح بالاسبوع الثامن او التاسع. انا بأكد لكم هذا الشيء لما نزل تحديات او تسريبات قبل بوقت، فانت خليك متابع وفعل زر الجرس ومشترك بالقناة مشان تكون توصلك التحديات اول باول، وحط لايك للفيديو لتدعمني ليوصل لاكبر عدد من الناس، لو حابب تدعمني بكود الايتم شوب اللي هو ظاهر امامكم بالصورة نيمو 9. فشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر وبرعاية الله.